كاين لي اسماء في المزيغ اضع الباسيدي دونك خدمنا تمسير اكن اتسواليم اميك ذا جوست مزيغ. هو الدرس النموذجي في اللغه الامازيغيه باحدى متوسطات مدينه الخروب، درس له علاقه بتاريخ المدينه ماسينيسا. هذه العملية تندرج في إطار تعميم تعليم اللغة الأمازيغية في كل ولايات الوطن. اللغة الأمازيغية لغة كما هي كما لغات أخرين، واش شفنا دروك مع الزلاف خرجت اللغة العربية ودخلنا حنايا، كانت مقبولة، كانت إلزون ديكوفري بلي الأمازيغية عندها قواعد، عندها كل كما هي كما لغات أخرين. والتلاميذ هذوك وراو سكنين ايمان البغين سن سكنين لكن بغانا المدن التمازيغ تاقي نسرام اين انشتاقي ماشي ذكور ايش بيا ربي اني اذا نروح الكل دي ثمورث للزاير ولاش وين رايحينين قرار تمازيغ ولاش وين رايحينين والزميل غران والسين غران. وهذا تعبير صحيح جدا واصل تعثرت ثم واصلت، هي البداية الأولى لتعلم لغة قديمة قدم أهل المدينة. تلاميذ متوسطة قربوعة عبد الحميد نموذج عن تلاميذ يحرصون على تعلم لغة الأجداد. صباح الخير هي، شفناك اليوم قريتي بعض الكلمات باللغة الأمازيغية، حبينا برك نعرفوا هل هي صعيبة سهلة، هل أكي قادرة تقرايها من بعد؟ قادرة نقراها وسهلة. والكلمة تشتم شوية صعب؟ ما عليهمش، ماهمش صعاب بزاف وماهمش ساهلين بزاف. الأمازيغية ليست فقط لغة، بل هي ثقافة لها جذور في أعماق صخور المدن الجزائرية.